مشاهدينا المحترمين، السلام الله عليكم، اهلا بكم الى حلقه جديده من البلاد اليوم. مشاهدينا الكرام، اليوم نناقش او نتحدث حول زياره قاتل هؤلاء الاطفال. هذه الصور لقائمه للاطفال الذين استشهدوا في قطاع غزه، استشهدوا في العدوان الاخير الصيف الماضي. هذه القائمه من الاطفال الذين استشهدوا هم واهاليهم وجيرانهم واقاربهم، المئات من الأطفال الفلسطينيين والكهول الفلسطينيين والشباب الفلسطينيين وكل الفئات العمرية التي سقطت. هذه القائمة من الأطفال الفلسطينيين، قاتلهم انظروا كيف يستقبل من طرف ما تسمى بإمارة أمير المؤمنين أو مملكة أمير المؤمنين ورئيس لجنة القدس العالمية، هذا بيني جانتس وزير الدفاع الصهيوني، كيف يستقبل من مدنيين وعسكريين في هذا الزمن العربي الرديء، هذا الزمن العربي المخزي، وهذا زمن العار بكل جدارة واستحقاق، كيف استقبلوه؟ كان هذا الاستقبال الرسمي، أما ما يسمى بالاستقبالات الشعبية فحدث فلا حرج، حيث استقبلوه بالغناء والأهازيج وكأنه أخوهم في الدم والهوية والشعور والمصير. طبعا هذا هكذا يستقبل الصهاينة رسميا جهارا نهارا في ما تسمي نفسها بالمملكة المغربية الشريفة، لست أدري لماذا أضافوا لها اسم الشريفة، وهذا العار يلتصق بها وبحكامها إلى أبد الآبدين. هذا مع وزير الخارجية ناصر بوريطة، هذا دائما الذي عنده تجاوزات ضد الجزائر وضد الوحدة الترابية للجزائر ودعم الإرهابيين في الجزائر، ها هو يستقبل الإرهابي الأكبر الصهيوني الأكبر في اعتناق واضح للعقيدة الصهيونية. طبعا هنالك فئة، لا نقول أنها محدودة، لكنها فئة من المغاربة الذين فعلا يستحقون لقب الشرف، الشرف الذي تنازل عنه المخزن بكل صفاقة. هؤلاء المغاربة الأشراف خرجوا ضد هذه الزيارة وضد ممارسات المخزن وضد هذا العار، حاولوا أن يبرئوا أنفسهم عبر هذه المظاهرات من هذا العار، وهم يشاهدون قادتهم وهم يصافحون قاتل الأطفال وقاتل العزل والمعتدي الأثيم، وهو يزور بلدهم ويلاقى بالترحاب وبالأحضان. أسعد بأن يكون معنا عبر سكايب من جنيف الدكتور رياض الصداوي، مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية. مساء الخير دكتور صداوي. مساء الورد لك ولمشاهديك الكرام. والله أول سؤال دكتور صداوي مش راح يكون لا عن التحليل السياسي ولا عن التحليل الاستراتيجي، شعورك، كيف شعرت؟ كيف شعرت وأنت ترى هذا القاتل، هذا المجرم بيني جانتس؟ هذا معروف أنه حتى في أوساط في إسرائيل في الكيان الصهيوني تصفه بالمجرم، يستقبل عندنا بالأحضان عادي جدا وبالترحاب. للأسف الشديد بحزن كبير وغضب كبير، حزن كبير إلى ما وصلت إليه الأمة، حيث كانت في حرب أكتوبر 1973 وأمام الصقور ونسور الجامعة العربية، كانت هذه الدول التي تطبع سرا، تخاف من الموجة الوطنية العارمة، تخاف من حركة الوحدة العربية، تخاف من الزعماء الكبار هواري ومدين وجمال عبد الناصر، فإذا حتى إن كانت تطبع وتتعامل سرا لأنه تخشى العلن. الآن للأسف الشديد ومع حزن وغضب شديد نراها ترفع رأسها وتقوم بما كانت تقوم به في الماضي سرا. هذه الحكومات الصهيونية المتعاقبة هي حكومات اليمين المتطرف، حتى أوروبيا غير مرحب بها، حتى دول أوروبية يخجل زعماء توصف من الكيان الصهيوني بحكومة جنرالات الحرب دكتور، هؤلاء الزعماء من نتنياهو وغيره، فنجد دولة عربية إسلامية أمازيغية لا تهرول فقط نحو التطبيع، وإنما تستضيف وزير دفاع قاتل الفلسطينيين وقاتل أطفال فلسطين، والأكثر من ذلك توقيع اتفاقية لم يشهد التاريخ العربي الإسلامي شبيه، وهو تعاون عسكري استخباراتي أمني رفيع المستوى. يعني لا مصر السادات ولا مصر كامب ديفيد تجرأت على مثل هذا الاتفاق،
ولا الأردن تجرأ على مثل هذا الاتفاق، عملوا تطبيع نعم، لكن ليس لم يصل أبدا إلى مستوى التنسيق الأمني الاستخباراتي العسكري، بمعنى أنه صاروا الأعداء هم الشعب الفلسطيني وهو والشعب السؤال المطروح اليوم. محارب الجزائر، هو سؤال مطروح هذا اليوم الشعب الفلسطيني. دكتور نعم. سيداوي، أنت تفضلت وقلت نقطة مهمة جدا، أنه حتى نظام المصري لما طبع في حدود، وبقي هذا التطبيع أحيانا بارد وعلاقات باردة، ومكان لا يوجد مثل هذه الاستقبالات وهذه الأحضان، وحتى الزيارات ربما في السنوات الأخيرة نقصت بصورة كبيرة. هذا التطبيع المخزن اليوم بصورة صاروخية، يعني لحظات، يعني شهور فقط كانت هنالك الاتفاقيات المشتركة وزيارة يعني سهر الرئيس الأمريكي السابق جاريد كوشنر ومعه يعني وفد صهيوني، بعدين جت زيارة وزير الخارجية وتصريحات ضد الجزائر من هناك، واليوم تطبيق لشراكة مخزنية صهيونية كاملة. هذه السرعة الصاروخية، إلى أين يريد هذا المخزن أن يذهب؟ هل تحول فعلا إلى مستوطنة صهيونية خلاص اليوم في غرب الجزائر؟ للأسف الشديد حتى على مستوى الاتحاد الأفريقي، فجأة الأمين العام يعني سكرتير الاتحاد الأفريقي استقبلت الكيان الصهيوني وجعلته عضو مراقب، فثارت ثائرة الجزائر وتحركت مع تونس ومع دول عربية وأفريقية، والمفاجأة أن مصر وقفت مع الجزائر وتونس، بمعنى مصر طالبت هي أيضا بطرد الكيان الصهيوني كدولة عضو مراقب من منظمة الاتحاد الأفريقي. وبقي القرار مجمد إلى غاية فبراير تقدم المقبل المصري. بينما المغرب دافع على الكيان الصهيوني، المملكة المغربية دافعت على أن تكون دولة كيان صهيوني عضوا مراقبا وتبقى في منظمة الاتحاد الأفريقي، بما أننا تحدثنا حتى عن مصر، هذا الشيء جديد لم نره من قبل. ربما هذا ذكرنا بكتب محمد حسنين هيكل، وهي عندي كلها، وعلى فكرة كانت عندي رسالة جامعية عن محمد حسنين هيكل صحفيا وسياسيا، نشرتها ككتاب هيكل وملف السري للذاكرة العربية. هيكل يقول في أحد كتبه أنه كان المغرب يتجسس على قمة الجامعة العربية مع الموساد، ويضع ميكروات ويأخذ التسجيلات للموساد. نفس الشيء، وهذا في كتابي معركة عبد الناصر، وعندي التسجيل إلى حد الآن. سامي شرف الله يطول في عمره وفات 90 سنة، وكان مدير مكتب جمال عبد الناصر للمعلومات، يعني تقريبا رجل المخابرات الأول، يقول لي بالحرف الواحد في آخر أيامات عبد الناصر كان ثم قمة في المغرب، لكن جاءتنا معلومات استخباراتية وثم تنسيق مغربي صهيوني لاغتيال الرئيس جمال عبد الناصر، فيجب إذن أخذ وتعيين نائب للرئيس بسرعة. أنا أعطيك من أشياء يعني عشتها واستمعت إليها وسجلتها. فإذا هو في الحقيقة يعني خرج ما كان سرا متعامل به في الماضي سرا، خرج إلى العلن لا أكثر ولا أقل، وهذه الطامة الكبرى. قبل نستطيع أن نجد بعض الأعذار أن المغرب ربما عنده مصالح وعنده جالية يهودية إلى آخره، لكن الآن بان كل شيء. والغريب، أقول الغريب في الأمر، أن هؤلاء المطبعون والمهرولون أولا لا ينسقون مع السلطة الفلسطينية المستجدة منهم، تحدث عن رام الله وهي الأكثر اعتدالا يعني وقبولا لاتفاقيات السلام، لا ينسقون معها بل يتجاوزونها. وأبو مازر أكثر من مرة يعني عرب عن اندهاش، يا ودي كفى هرولة، كفى جريا وراء السراب الصهيوني، فهم إذن يعملون ضد القضية الفلسطينية. وكما قلت، هذا الاتفاق الاستراتيجي العسكري الأمني الاستخباراتي موجه ضد الشعب الفلسطيني والشعب الجزائري وضد كل أحرار الأمة. نعم. ضد دكتور سيداوي. دكتور سيداوي، أبية، وأن الشعب الفلسطيني تعرض إلى مظلمة تاريخية. إذا خرج ما كان سرا، خرج إلى العلن. نعم. خرج ما كان سرا، خرج إلى العلن. 99% من الشعب المغربي ضد التطبيع، ضد التطبيع. سنتحدث حول هذه النقطة بعد قليل. بعضهم لا يجعلهم ينزلون الشارع. نعم. لكن نزل إلى الشارع يرفضون التطبيع، لأن القضية الفلسطينية دائما سنتحدث حول هذا. أرمي بالثورة في الشارع. نعم. ستلقبها الشعب. نعم دكتور سيداوي، سنتحدث حول هذا وردة فعل الشارع المغربي، وهي مهمة جدا. الجماهير ستتلقفها لأنها قضية إنسانية عادلة. نعم دكتور. الغربيين، زعماء غربيين يستحون ويخجلون من مصافحة. نعم دكتور. المجرمين. نعم دكتور، سنتحدث حول ردة الفعل الشارع المغربي والمغاربة الذين خرجوا للشارع، وهذا مهم جدا يعني في مناقشة هذا الموضوع. لكن تحدثت دكتور حول التطبيع، يعني بين قوسين، لما كان التطبيع فيه شوية حياء
لما كانت يتم تحت الطاولة ويتم في الكواليس. اليوم نشاهد تطبيع على عين عينك، يعني على عينك يا تاجر مثل ما يقال، وبكل وقاحة وبكل صفاقة، بل وأحيانا نستشف ونحس أنه هؤلاء المطبعون وكأنهم لما يكونوا يمشوا مع الإسرائيلي وكأنه في استقواء، معنا صهيوني معنا الإسرائيلي بعدين نحن في مركز قوة. أي وهم هذا؟ هل فعلا تقوى المطبعون بتطبيعهم في التجارب السابقة؟ التجربة أكدت، يعني أعرف مصر جيدا والشعب المصري، مصر خسرت في التطبيع ولم تربح شيئا، لهذا أصبحت علاقتها باردة فاترة مع الكيان الصهيوني، بل وصلت كما قلت إلى وقوف مصر إلى جانب الجزائر وتونس في طرد الكيان الصهيوني ونظام الاتحاد الأفريقي كدولة عضو مراقب. لماذا؟ لأنها كانت أحلام وأوهام كيسينجر والسادات، على أرض الواقع تم تدمير مصر، المخدرات، تم تحطيم اقتصادها إلى آخره، عبثت فيها المخابرات الإسرائيلية الموساد. إذن استفاق المصريون فهم صحيح عندهم علاقات لكن بحذر شديد، ويعرفون أنهم لا يثقون أبدا في الكيان الصهيوني. نفس الشيء الأردن أيضا كان موعود بجنة النعيم فلم يحصل على أي شيء، الفقراء بقوا فقراء ومشاكل اجتماعية بقيت هي. إذن هم يدفع، أما الكيان الصهيوني يأخذ منك ولا يعطيك شيء، على فكرة هم سيأخذون كل شيء من المغرب وفي المقابل لن يعطوا أي شيء لا للمغرب، كما لم يعطوا أي شيء لمصر، كما لم يعطوا أي شيء للأردن. للأسف الشديد كما قلت ما حدث بين المغرب والكيان الصهيوني راه لا يقارن بأي اتفاقيات تطبيع أخرى. ثم شيء جديد مختلف تماما أما حدث في كامب ديفيد بين السادات وبيجين، أو ما حدث بين الكيان الصهيوني والأردن في وادي عربة. الشيء الجديد كما قلت هو تنسيق أمني استخباراتي عسكري عالي المستوى، يعني عندهم تحالف استراتيجي، وهذا التحالف الاستراتيجي سيكون ضد من؟ يقول ضد لك فلسطين والشعب الفلسطيني، ضد الجزائر، يقول لك المطبعون دكتور سيداوي. نوفمبر 1954 للأسف الشديد نحن دخلنا في مأساة، في مأساة، ودخلنا في حالة صادمة. دكتور سيداوي صادمة. نعم، يقول لك المطبعون نحن نطبع حتى نحمي القضية الفلسطينية، من أجل الفلسطينيين نطبع، يعني تكون عندنا علاقات مليحة مع الصهاينة وبالتالي نتوسط لديهم، تكون عندنا قنوات للحوار مع الصهاينة وبالتالي نوقف العدوان، نوقف هذا السلب الأراضي الذي يتم يوميا وهذه الانتهاكات في كل الأراضي الفلسطينية. طيب ما هم قالوا برروا الرباعي الذي هرول التطبيع في آخر أيامات دونالد ترامب، ماذا قال على لسان وزير الخارجية الإماراتي؟ قال تطبيعنا مع كيان الصهيوني كان مشروطا بأن كيان الصهيوني يوقف عملية الاستيطان. يا سيدي الكيان الصهيوني ضعف عملية الاستيطان مرات ومرات، ضعفها مش حتى أوقفها، ضعفها. طيب أما أن تكون على الأقل صادقا مع نفسك فتقول أن كيان الصهيوني قد خدعني، عملت مع اتفاق وخدعني، إذا أنسحب من هذا الاتفاق، أو أنت تعرف أن ذلك ما ينطبق عليه رب عذر أقبح من ذنب، رب عذر أقبح من ذنب. وأكبر حجة ودليل على أن كل عملية التطبيع هي ضد الشعب الفلسطيني هو العودة للفلسطين أنفسهم، سواء نعم دكتور الصامدة البطلة أو حتى رام الله. دكتور كما قلت لك مازن يعتبر حتى في الغرب معتدل جدا ومستعد نعم للتفاوض واتفاقيات سلام، قال يا جماعة أنتم تخربوا القضية الفلسطينية، تدمروا نعم القضية دكتور الفلسطينية، أنتم لا تنسقون حتى معنا، أنتم تعطون الكيان الصهيوني كل شيء بدون أي مقابل، بدون أي ثمن، بدون أي شيء، أنتم تدمرون القضية الفلسطينية. هذا كلام محمود عباس وأبو مازن. إذن لا يوجد أي تبرير لا عقلاني لا سياسي لا اقتصادي لا أمني لا عسكري للمهرولين. نعم دكتور خلينا نروح الفاصل. وأكرر مرة أخرى هم يطبعوا مع أبشع الحكومات اليمينية المتطرفة في الكيان الصهيوني. دكتور خلينا نروح الفاصل قصير ثم سنتحدث حول ردة الفعل الشعبية المغربية المهمة جدا في هذه المسألة، كما نتحدث أيضا حول فحوى هذا الاتفاق العسكري والاستخباراتي. هل تحول المخزن إلى ثكنة عسكرية صهيونية إرهابية في المنطقة؟ فاصل ثم نواصل مشاهدينا. عدنا مجددا مشاهدينا الكرام، البلاد اليوم مستمرة معكم لهذه الأمسية. طبعا موضوعنا للنقاش هو زيارة وزير
الحرب الصهيوني بني جانس إلى المغرب، إلى المخزن، واستقبله المخزن وزبانية المخزن بالترحاب وبالأحضان وبالولائم وبالاحتفالات، بينما كان المغاربة الأشراف يتظاهرون ضد هذه الزيارة التي نسبت العار والذل والخيانة إلى وطنهم بعدما أغرقهم هذا المخزن في كل ما هو عار وكل ما هو إجرام، وهو يرى كبار المسؤولين يصافحون هذا المجرم السفاح الذي أوغل في دم الشعب الفلسطيني وفي أطفال غزة، خصوصا في العدوان الأخير الذي كان في نهاية شهر مايو الماضي. طبعا أعيد الترحيب بالدكتور رياض الصيداوي مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية الذي ينضم إلينا عبر سكايب من جنيف. أهلا بك مرة أخرى دكتور الصيداوي. مرحبا بك وبمشاهديك الكرام. أهلا دكتور صيداوي، بالنظر إلى الوضع يعني الإقليمي حاليا في المنطقة المغاربية، وبالنظر أيضا إلى مختلف التصريحات التي باتت علنية من مسؤولين الصهاينة، وزير الخارجية يائير لابيد الذي يعني هدد الجزائر وهو بجنب بوريطة في الرباط، بلسان أيضا السفير الصهيوني لدى الرباط الذي تحدث التلفزيون الإسرائيلي وقال كلام مسيء للجزائر من الرباط، ويعني ومسؤولين وإعلاميين صهاينة تحدثوا ضد الجزائر. هذه الزيارة في نسبة كبيرة منها هي مستهدف فيها الجزائر، يعني هذه الاتفاقيات الأمنية هو تحالف صهيوني مخزني ضد الجزائر. هو بالتأكيد ضد الجزائر وضد الشعب الفلسطيني، ضد الشعب الجزائري وضد الشعب الفلسطيني، لأنهما عدوهما المشترك. ولماذا؟ لأن الجزائر وقفت مع فلسطين ظالمة ومظلومة، وحتى الجامعة العربية الوحيدة التي تدفع مالا كل سنة للدولة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية كانت هي الجزائر، بقيتها لا يدفعون أو حسب الظروف. كما قلت الجزائر خاضت حروبا ضد الكيان الصهيوني من شهادة الفريق أول محمد فوزي وزير الدفاع وقائد حرب السنزاف، وعندي التسجيل ونزلته في كتابي معارك عبد الناصر، كان التسجيل في أوت 1992 في بيتي في 91 عفوا في بيتي في العصافرة في اسكندرية رحمه الله، يقول بالحرف الواحد يوم 11 جوان 1967 طائرات ميك جزائرية بعثها أرسلها الزعيم الراحل هواري بومدين فورا لتحمي سماء القاهرة. يعني 11 جوان 1967 من حمى سماء القاهرة هي طائرات الميك الجزائرية التي أرسلها هواري بومدين فورا. ثم انتقل الزعيم الراحل هواري بومدين إلى موسكو ودفع الشيك على بياض، فقال كل ما عندكم من صواريخ سام متطورة وطائرات الجزائر تدفع لتشارك مصر وسوريا في الحرب وتردع العدوان. ثم حرب الاستنزاف، وقد أبلت الكتائب الجزائرية بلان حسن وضربت ودمرت دبابات شارون. ثم حرب أكتوبر 73 المجيدة، وقدمت فيها ما قدمت الجزائر. إذن الجزائر لم تتخلى أبدا عن قضية فلسطينية شعارها نصرة فلسطين ظالمة ومظلومة، وهي في ذلك تنسجم مع قيام نوفمبر 1954، قيام نوفمبر العظيمة، وهي مساعدة الشعوب في التحرر من الاستعمار، حركات التحرر الوطني، وكانت الجزائر هي مكة الثوار. طبعا الكيان الصهيوني لم يغفل على ذلك، الكيان الصهيوني لم يغفل أن الجزائر كانت ضد تدمير ليبيا من الحلف الأطلسي سنة 2011، ومرر ذلك للأسف الشديد عبر الجامعة العربية، ضد طرد سوريا بتلك الصورة من الجامعة العربية وهي دولة مؤسسة. إذن الكيان الصهيوني يستهدف الجزائر، يعتبر الجزائر من الدول القليلة التي ما زالت عدوة وتردع مصالحها وتصد مصالحها في المنطقة. وتحرك الجزائر القوي في منظمة الاتحاد الأفريقي لطرده كدولة مراقب، طبعا هذا يعني الجزائر في حرب مفتوحة، لكن نعم دكتور، وماذا عن تفاصيل هذه الاتفاقيات المغرب والعملية التي عقد التي أبرمتها الشعب الجزائري في نفس الوقت؟ هذه الاتفاقيات دكتور التي أبرمتها مملكة أمير المؤمنين رئيس لجنة القدس، يعني الشعارات الكبيرة هو الرنانة، بينما هو اليوم مجرد لست أدري كلمة عميل لدى الصهاينة في المنطقة. للأسف الشديد أقول
ما حدث يراه خطير جداً، ليس عملية تطبيع مثل مصر أو الأردن، هذا لم يحدث أبداً في تاريخ العرب الإسلامي، هي اتفاقية استراتيجية للتعاون العسكري والأمني والاستخبارات، وضد من؟ ضد الشعب الفلسطيني والشعب الجزائري وبقية الشعوب العربية المناضلة الرافضة الصامدة. إذن ثم محور يتشكل في شمال أفريقيا والمحور الصهيوني المغربي، لهذا مطالب من الذين رفضوا التطبيع أن يشكلوا محورهم. نعرف أن اليوم رئيس الحكومة التونسية نجلة بودان في الجزائر، وهي مبعوثة الرئيس قيس سعيد، والرئيس قيس سعيد صاحب مقولة شهيرة في حملات انتخابية ومازال يرددها إلى اليوم، التطبيع خيانة عظمى وليست وجهة نظر، التطبيع خيانة عظمى وليست وجهة نظر. والرئيس عبد المجيد تبون قال وانتقد المهرولون نحو التطبيع الذين يبيعون القضية الفلسطينية ولا يقبضون حتى أي ثمن، لا يوجد حتى مبدأ أرض مقابل السلام، إذن هم مهرولون. إذن يجب أن يتشكل أيضا محور ممانعة ومقاومة في المغرب العربي وشمال أفريقيا لصد مثل هذه الهجمات، لأنه الآن كل واحد يتموقع ويتمترس، من اختار الكيان الصهيوني ومن اختار إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني وضد شعبي على فكرة. أنا متأكد أنه 99% من الرأي العام من أي بلد عربي كلهم مع فلسطين ظالمة ومظلومة، مثل موقف الدولة الجزائرية. نعم. بل حتى أعطيك رقم يعني قد يصدم البعض، لما تم صبر آراء عالمي في الاتحاد الأوروبي حول من هي الجهة والدولة التي تهدد السلام العالمي، 65% من الشعوب الأوروبية قالوا إسرائيل هي من تهدد السلام العالمي، 65% من الشعوب الأوروبية، هؤلاء أوروبيين ومسيحيين وعلمانيين ومش عارف وديمقراطيين وليبراليين، قالوا إسرائيل هي من تهدد السلام العالمي. فلما نرى دولة عربية تهرول وترتمي في أحضان الكيان الصهيوني على حساب القضية الفلسطينية، على حساب الأخوة، على حساب جيرانها، وتقوم وتنجز اتفاقية شراكة استراتيجية كما قلت، وهذا أخطر شيء، استخباراتية وأمنية وعسكرية، فذلك فعلا يدعو للحزن الشديد وللغضب الكبير. نعم. طبعا ربما شهدنا أيضا يعني هذا التحالف، يعني خصوصا في قضايا استعمال الأسلحة الصهيونية التي بات الأمر واضحا فيها في هذه الآونة، أيضا استعمال يعني نظام التجسس بيجاسوس الذي من إنتاج شركة NSO الصهيونية وقضايا أخرى. لكن اليوم ربما دكتور صداوي من يحس فعلا بالشعور الأكثر قساوة هو المواطن المغربي الشريف الغير المطبع الذي بحكم يعني إنسانيته أولا وبحكم عقيدته وهويته وفطرته هو مع الشعب الفلسطيني، هو مع القضية الفلسطينية، هو أحيانا من يتقطع قلبه ويشاهد الإرهاب الصهيوني ضد شعبنا الفلسطيني، اليوم يجد من هم محسوبون عليه، من هم المفروض أنهم مسؤولوه، يجد علمه يستقبل هذا المجرم، هذا السفاح بني جانت، هذا مش قليل، هذا من جنرالات الحرب الصهاينة الكبار. كيف يمكن هذا المواطن المغربي يحس اليوم؟ أعتقد جازما أن 99.9% من الشعب المغربي ضد التطبيع وضد هذه الزيارة، لكن بعضهم كانت لديه الجرأة والشجاعة الجسدية والنفسية والمعنوية والمادية أن ينزل وأن يتظاهر. كثيرون ليست لديهم هذه الجرأة، يخافون من السلطة، يتجنبون الاحتكاك مع السلطة، يتجنبون الصدام مع السلطة، وبعضهم حتى أفراد ربما يكونون حتى هم أنفسهم موجودين في السلطة. متأكد أن أغلبية ساحقة من الشعب المغربي ضد هذه الزيارة وضد التطبيع وضد هذه الاتفاقية، والحكومات التي لا تستمع إلى شعوبها ولا تنصت إلى شعوبها هي تلعب بالنار، هي تلعب بالنار. حاول السادات أن يطبع مع كيان صهيوني ففي نهاية المطاف انتهى السادات وفهم من خلفه سواء مبارك واليوم عبد الفتاح السيسي أن الشعب المصري يرفض التطبيع، فعلى الأقل كانت العلاقات محدودة جدا وفي نطاق ضيق جدا، ولا يمكن أن تكون علنية بهذا الشكل واستفزازية بهذا الشكل وترحيبية بهذا الشكل، لأنهم فهموا الرسالة وأدركوا أن الشعوب العربية وطنية بالفطرة، وهي كما قلت 99% من الشعب المغربي ضد التطبيع وضد الزيارة وضد الاتفاقية رغم كل ما يقال في الإعلام وكل ما يقال في المنابر الرسمية. نعم. دكتور صداوي، نقطة أخيرة يمكن أن نختم بهذه الحصة، قضية هذا الصمت، صمت رسمي
من مختلف أو من معظم العواصم العربية ضد هذا إزاء هذه الخطوة التطبيعية. صمت إعلامي رهيب جدا، يعني نشاهد وسائل الإعلام العربية وكأنه هذا الحدث لم يحصل فعلا، اهتمام بقضايا جانبية وهامشية في أقاصي الجزر المحيط الهادي أو الأطلسي، لكن هذه الزيارة مرت بدون أي تغطية، وكأنه أريد لها أن تمر، أريد لها أن نطبع مع أنه مسؤول صهيوني يزور بلد عربي بالأحضان الشيعادي، وهذا المسؤول هو وزير الدفاع، وزير القتل، وزير التهجير، وزير الجرائم الصهيوني. هو طبعا ممكن أن نصنف لهم سياسية الأنظمة العربية الأنظمة الجمهورية ولا ملكية. الملكيات معروفة أنها متضامنة مع المغرب كملكية، وأنا في دائما وأنا أغلبها لما أقول كلها مطبعة سواء سرا أو علنا، بعضها طبع علنا كالبحرين والإمارات، وبعضها سرا كالسعودية، نعرفوا أنه مدير الموساد ونتنياهو زاروا جدة والتقوا حسب الإعلام الصهيوني طبعا والتقوا بمحمد بن سلمان إلى آخره إلى التطبيع. إذن الملكيات متضامنة فيما بينها، الجمهورية ترفض، أعتقد العراق يرفض التطبيع، سوريا، لبنان، تونس ترفض التطبيع. الجمهوريات الكلمة للشعب وليس للملك، الكلمة دائما، ورؤساء الجمهوريات يراعون رأيهم العام، يعني يعرفون أن منصبهم ليس أبدي، ليس أبد الدهر ولا وراثي، إذن هم يراعون الرأي العام ويتفاهمون الرأي العام ويعملون حتى لعدم الصدام مع الرأي العام. لكن الملكيات تعتبر نفسها مقدسة، وأن الشعب ليس إلا تلميذ صغير جدا أشكرك. أمام الملوك والأمراء، وعليه أن ينضبط وعليه أن يطبق والطاعة، هكذا أشكرك جزيل شكر. الطاعة لولي الأمر، الطاعة لولي الأمر حتى ولو كانت في معصية، فهم يطالبون بالطاعة لولي الأمر. إذن والملكيات التي تحدثت عنها كما تعلم هي من تسيطر على الفضاء الإعلامي وعلى النيصات وعلى مئات القنوات الفضائية والصحف والمواقع الإلكترونية، ووظفت الكثير من أموالها لضرب الوطنية أشكرك. ولضرب الجمهوريات الوطنية واستعادها واحدة بعد واحدة. للأسف انتهى الوقت. من هذه الملكيات القراوستية التي صنعها الاستعمار أن تنتفض من أجل فلسطين طبعا لا. شكرا دكتور، للأسف انتهى الوقت. دكتور رياض السيداوي مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية، كنت معنا عبر سكايب من جنيف، شكرا على هذه التحليلات. كما أشكركم مشاهدينا المحترمين على كرم المتابعة، ألقاكم بخير، سلام الله عليكم.